حتى اللي عايزة تمحيها من حياتك ندمتي عليها وعايزة تمحيها. يعني لو رجع بيكي الزمن تقولي أنا مش ممكن أعمل كده؟ لا، هو كان موضوع كده عندي حصل من فترة وطلعت اعتذرت عنه. الفيديو؟ آه طبعا ندمت جدا ان انا اللي انا عملته بحسن نيه اتخذ غلط، وكان توقيته بالنسبه لي غلط، انا غلطانه. لاني لازم احترم جدا ان لما اكلم الجمهور بتاعي اكلمه مش وانا نايمه في السرير، لان مش انا، يعني مش غاده عبد الرازق. مش عارفه ساعتها انا كنت بفكر في ايه صراحه. يعني دي غلطه، لو رجع بيا الزمن امحيها تماما من حياتي. غدا انت فعلا عندك غدا انت فعلا عندك شجاعه الاعتذار للدرجه دي، ولا جمهورك هو اللي اجبرك؟ لا، محدش يجبرني على حاجه ابدا، انا غلطانه ولازم اعتذر، مفيش حاجه اسمها كده. لا، دي غلطانه. دي قوه. طبعا طبعا. بصي، اوعي لاي حد في الدنيا، اوعي حد يتمسك بالغلط. الغلط بيجيب غلط، ولو تتمسكي بيه هتبقي اعنف. غلطانه قولي انا غلطانه خلاص، يعني دي نهايه انك تعترفي بالغلط. الناس تحترمك، مش هتبقي انت يعني شكلك بقى وحش، او الناس يقولوا عليكي عشان انت قويه فانكسرتي. لا، انا غلطت واعتذرت. حديكي.